السلام عليكم نكمل الحلقة الثانية مع أحد الآباء المؤسسين الأمريكيين توماس بين هذا الرجل الفيلسوف الذي وضع أعظم الأسس <applause> السلام <لا. تصفيق> عليكم نكمل مع توماس بين أحد الآباء المؤسسين الأمريكيين وكتيبه الإدراك العام يقول في إحدى الفقرات في هذا الكتيب الإدراك العام فقرة معتدلة يقول بها ربما كانت العواطف التي تتضمنها الصفحات الموجودة في هذا الكتاب قد لا تكون جيدة الصياغة بما يكفي من أجل أن تحظى بقبول القراء، من أجل أن تحظى بالقبول العام لأن هناك عادة طويلة الأمد موجودة في نفوس القراء ما هي؟ الغالبيه العظمى من القراء يعتقدون انه اذا هو اي كتاب يوجد به خطا هذا كتاب سطحي وبانه يفتقر الى الصواب. يقول لا يعني لا يوجد شيء مثالي. يعني هذه الامور بسبب العادات لكن سرعان ما يخمد هذا الصوت صوت العادات المتعارف عليها الزمن سوف يقوم بخلق مهتدين اخرين اكثر مما يفعل العقل. اذا يتناول في القسم الاول من هذا الكتيب الادراك العام نشاه الحكومه وكذلك طبيعتها مع كلام مع تطبيق معين من الدستور الانجليزي. صحيح الانجليز ما عندهم دستور قوانين لكن هي بمثابه دستور. تظهر فلسفة توماس بين عن الحكومة في مثل عبارات يقول فيها يقول في عبارة جدا رائعة ليست الحكومة حتى وهي في أفضل حالاتها سوى شر لا منه وإحنا نتكلم عن القرن الثامن عشر يقول أما في أسوأ حالاتها فهي شر لا يطاق يقول الحكومة كالثياب يعني دائما تتسخ دائما بها البراءة مفقودة مع ذلك يقول بنيت قصور الملوك على أنقاض الجثث جثث الأبرياء يقول أيضا أنه عندما أصبحت أو عندما تصبح المدنية مكتملة سوف تقل الحاجة إلى الحكومة هذه الحكومة اللي يقول عنها بين أنه نشأت الحكومة وقيام الحكومة صاروا أمرين ضروريين جداً لأن الأخلاق الفضيلة تعجز الأخلاق الفاضلة عن أنه تردع الناس تعجز الأخلاق الفاضلة عن حكم العالم يقول أيضا هذا الشكل ونهاية الحكومة اللي هو الحرية والأطمئنان فعندما يعيشون الناس بحرية وأطمئنان وعدل لا يحتاجون إلى حكومة مع ذلك يقول يوجد فرق كبير بين المجتمع وبين الحكومة ينجذب الناس دائما لمن إلى المجتمع وعن طريق التعاون الاجتماعي يمكنهم الحصول على حاجات معينة على العكس من الحكومة يقول في هذه الحالة يملك الناس حقوق طبيعية هذه الحقوق الطبيعية مثل الحرية مثل المساواة هذا لا يمكن أن تكون هناك مساومة عليها يقول أيضا نموذجيا يجب أن يكون الإنسان قادر على أن يعيش في سلام وسعاده بدون حكومه. كيف؟ يقول اذا كانت بواعث الضمير واضحه وهذه البواعث متناسقه ومطاوعه بغير مقاومه بالامكان ان الجنس البشري يعيش مرتاح. يقول مع ذلك بما ان الجنس البشري بطبيعته ضعيف. الجنس البشري الناس بطبيعتهم غير كاملين اخلاقيا. اذا لابد ان نسلم بوجود قوه رادعه تردع الناس. هذه القوة الرادعة من يوفرها الحكومة مع كل ذلك يتوقف أمن وتقدم وراحة الشعب على المجتمع أكثر مما يتوقف على الحكومة إذا تجاوب المجتمع عادات المجتمع العلاقات المتبادلة بين الناس أقوى بكثير من أي دساتير سياسية بعد ذلك يبدأ توماس بين بأن يضع ملاحظات على الدستور، هذا الدستور التي تفخر به انجلترا على اعتباره انه اول دستور بالعالم تقريبا 1200 الماجنا كارتا اللي كانت بدايه اول نقطه في الدستور الامريكي. فتوماس بن يعلق على هذا الدستور العفو الانجليزي البريطاني، يقول عليه انه من المسلم به انه هذا الدستور بدايته كان شيء نبيل في العصر المظلم الحقير الذي صيغ به كان شيء جيد لكن مع ذلك من السهل أن نوضح أنه غير كامل وعرضة للتأويلات المتضاربة بالفعل يعني بريطانيا ما استقرت بسبب هذا الدستور حتى عدة تغييرات إلى أن الثورة المجيدة 1688 وقبلها كرومول اللي رجع جمهورية سبع جمهورية وغيرها وغيرها يلا وصلت بريطانيا إلى هذا الحال إذا هذا الدستور غير قادر على تحقيق ما يتظاهر بانه ممكن ان يحققه. وهنا يسال توماس بين طيب ما هي اهم الصفات التي يجب ان تتحلى بها الحكومه؟ يقول الجواب المسؤوليه. اهم شيء المسؤوليه اللي يعتبرها توماس بين غير موجوده على الاطلاق في الدستور البريطاني. يقول هذا الدستور معقد بطريقه يجعل من المستحيل معرفه المسؤول عن اي شيء بعينه. وهذا الكلام صحيح احنا نعيش اليوم في العراق العظيم بحيث عندك مثلا 30 وزير كلهم يسرقون فعندما تسال يا من المسؤول عن هذا السرقه لا احد يجيبك لان الدستور مطاط تذهب حكومه سارقين تاتي حكومه سارقين من المسؤول عن هذه السرقات خلال 20 سنه لا احد يجيبك لان الحكومه تلقي السرقة على عاتق اللي قبلها والقبلها على قبلها وهكذا نعيش في دوامة فالدستور به ثغرات كثيرة ممكن أن نتخلل الشيطان من داخلها لذلك يقول مع ذلك الجزء الوحيد المشكور عليه هذا الدستور الجزء الوحيد الجيد في هذا الدستور هو حق الشعب ولو نظريا في اختيار أعضاء مجلس العموم بالانتخاب ومع ذلك اقترح توماس بين قاعده تشريعيه واحده للمستعمرات على سبيل المثال امريكا يتم انتخاب اعضائها ديمقراطيا وهناك رئيس ووزراء اللي هم يمثلون الجهه التنفيذيه كلهم مسؤولين امام الكونغرس ليتنبا بحدوث امريكا وراح يحدث كل تنبؤاته مع ذلك سوف يقوم توماس بين بتاكيد اعظم احتقار لدستور الملكيه الوراثيه يقول توماس طبعا يهاجم هذه الملكية بشكل شرس جدا يهاجم مبدأ الملكية من الأساس ولا سيما بالصورة الإنجليزية من هذا المبدأ يقول كيف؟ يقول أنه عرف العالم أول حكومة أو أول ملك بالعالم أو المعرفوها منهم الوثنيين إغريق وقبلهم العراقيين المصريين هؤلاء الذين حاكمهم يعني بعد أن يموت يصبح إله ثم أتوا من بعدهم بني إسرائيل الكلام التومس بين هؤلاء اللي أيضا حاكوهم في نفس التأليه للملوك سليمان وداود يعني أصبحوا أنبياء هم ملوك يقول أيضا كان الاختراع الأكثر ازدهار الذي اخترعه الشيطان لنشر عبادة الأصنام هم الملوك هم الملوك الذين يصبحون آلهة الناس يألهوهم يصبحون اوثان. فهؤلاء الثنيون اللي بالاغريق وغيرهم من بقيه الحضارات قدموا فروض الطاعه والعباده لملوكهم الاموات فيموت يوليوس قيصر يصبح اله وهكذا. اذا بعد ذلك سوف يقوم العالم المسيحي بفعل نفس الشيء. في القرون الوسطى في العالم المسيحي نفس الشيء لكن سوف يقوم بفعله للملوك الاحياء. اذا يقول بين أضفنا نحن إلى شر الملكية شر آخر اللي هو عبادتهم وشر آخر اللي هو حق الوراثة يعني يذهب ملك ابنه مهما كان تافه معتوه هو يستلم الحكم بالنيابة عن والد المتوفي إذا لما كان الشر الأول يعني الحكم الملكي هو تحقير وتقليل لأنفسنا الشر الثاني اللي هو الوراثة أهانة أنه بنفس الوقت سوف يتم فرض هذا الشيء على ذريتنا الى الابد انه ثله صغيره من اسره هذه هي اللي تتحكم برقابنا. يقول توماس بين من اقوى البراهين الطبيعيه على سخافه حقوق الوراثه الملكيه أن الطبيعه نفسها تشمز من هذا الامر والا فانها هذه الطبيعه تسخر من 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 هذه افعالنا فتعطينا لربما الطبيعه حمار من اسد. يقول انه هذا الشيء مرفوض هذا الامر اللي هو الوراثه امر سخيف جدا بالدستور الانجليزي وهذا امر منذ عهد قبل الرومان من قبل الاغريق هذا الامر اصبح مقدس لكن هذا الامر حتى وان كان في صميم المجتمع وقرون طويلة موجود في هذا المجتمع أمر يبقى مشكوك به ليس له أي داعي ليس له أي صحة يقول أصلا عندما تأتي لهؤلاء الملوك يقولون نحن كما يقول أحد الفلاسفة اللي راح من بالي اسمه واللي رد عليه توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو اللي قال أنه الملوك يتميزون بحق إلهي فأول ملك هو آدم آدم أخذ الملكية من الله وبعدين اولاد ادم توارثوا هذه الملكيه الى ان توصل الملوك مثلا انجلترا اعتقد اسمه فيلمر فهؤلاء الملوك الانجليز هم مختارون من الله يرجعون بسلسله طويله الى ادم وادم الى الله يقول لا لا هذا غير صحيح يقول اذا ناتي على ملوك انجلترا ونرجع لاصلهم سوف تجد ان هناك صعلوك فرنسي عنده عصابه إرهابية مسلحة هذه العصابة اجت احتلت انجلترا فقدم نفس الملك لانجلترا بغير موافقة السكان الانجليز واصبح يتوارثون نسله لحد الان يعني لحد وقت توماس بين يتوارثون العرش من هذا الصعلوك الفرنسي يقول هذه ببساطة مسألة حقيرة ودنيئة جدا ولا تنطوي على اي شيء اي شيء الهي لا يوجد تدخل من الالهه باختيار الملك، صعلوك فرنسي اجا اصبحوا ذريته ملوك. يقول ايضا اذا الملكيه امنت فريق من الناس الاخيار العقلاء رحم الله والديهم خير على خير، بالفعل يعني هي توجد في على مر التاريخ ملكيات هنا وهنا يعني قامت باعمال جيده وابتعدت عن المفاصل قدر ما تستطاع لكن هذا أمر شاذ ونادر جدا لكن مع ذلك بشكل عام الملكية تفتح باب للأغبياء للأشرار للمفسدين هؤلاء الناس اللي ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ولدوا ليحكموا ما هي ميزاتك فقط لأن والدي ملك هذا 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 الشيء الوحيد اللي تميز به مثل رجال الدين اللي عندنا هو ما يملك اي كلام ما يعرف يتكلم جملتين مع بعضها ما يستطيع ان يربطها كل اللي يتميز به انه أبوه رجل دين شلون مصيبه فهؤلاء الملوك الانجليز وغيرهم يولد انه والده رئيس جمهوريه يولد وانه والده ملك ويا خالب صفش حطيني كما يقول المثل العراقي حك روسكم يا قرعان بعد هذا راح يصبح ابن الاله ابو الله هو ابن الاله الاخرين يجب ان يطيعوه اصلا انت يا انسان ولدت حتى تطيعه لان هؤلاء الذين يولدون وهم يعني يعتقد نفسه انه ابوه ملك واجداده من نسل الالهه سرعان ما سوف يعني تصور اخلاقه تكون عدي صدام حسين عدي هاي وهاي تالي سرعان ما يصبح وقح ادب سز سافل منحط ويا ويل الناس منه ومن شروره. يقول مع ذلك هذا الامر يعني مخالف للجنس البشري لان هؤلاء ابناء الملوك ابناء الرؤساء يعني انا لهم سممت افكارهم وهم في المهد بالعظمه بالصلف بالوقاحه فممكن يرتكبون كل الموبقات وما يعني ما يراجع نفسه انه قتل فلان أه اختصب بفلان كما كان يفعل عدي، لعنة الله عليه ولعنة الله على كل من يترحم عليه. فيرجع توماس مون يقول عندما تاتي الى هذه الحكومه اللي بها وراثه مؤكد سوف يحكمون جهلاء مؤكد سوف اكثر يحكمون غير صالحين لاي شيء في جميع انحاء المملكه. يعني مثلا كثيرا ما بالتاريخ حدث انه ملك يموت وابنه عمره يومين هذا ابنه يصبح ملك تخيل مملكه باكملها يحكمها طفل عمره حتى لو يومين ما الذي سوف ينتزع عن هذا؟ ينتزع عن هذا انه الطفل عمره يومين يحكم سيجيبوا له وصي وهذا الوصي يحكم بكيفه او ملك يبقى يحكم 90 سنه عمره ثمانين سنه يخرف وزهايمر وكل امراض المصايب العالم به يبقى بالبدايه وصي على العرش بالنسبه اذا طفل مات ويبقى بالثاني لا الثاني يبقى هو يحكم مخرف يدخلهم بحرب ما يدري بنفسه آه يفعل مصايب ما يدري بنفسه ما حد يستطيع ان يقول له على عينك حاجه اذا هذا النظام الملكي والوراثه مصيبه لو مصيبة هناك من يقول يتكلم توماس بين يقول أنه النظام الملكي يمنع قيام حروب أهلية وحتى الملك ما يدخلون بحروب أخرى من أجل هاي دولتهم يعني على العكس مثلا العراق العراق تخبل من أجي عبد الكريم قاسم بن كيفية لحد الآن يومية داخلين بحروب لأنه يعني يقول لك أنا يعني هي خمس عشر سنين خل أدخل التاريخ بينما النظام الملكي لا، يعني كانت يعتبرونها ملوك كلهم فدائما محافظين على البلد مهما كان. فلا حروب اهليه ولا حروب خارجيه، توماس بين يقول لا هذا الكلام غير صحيح، على القليل عفك من الوقت الحالي تعال ارجع لعهد توماس بين واللي قبله. يقول توماس بين انه في عهد الملوك حدثت بانجلترا وحدها ثمان حروب اهليه و19 تمرد. ما عدا الحروب الخارجيه. اصلا هي الحرب يسموها متعه الملوك. يعني سنه من السنين فرنسا قاعده بأمان الله لا دوله محتلتها ولا كذا، لويس الرابع عشر يعني كانت الخيرات في فرنسا لا تعد ولا تحصى صفا صفا اسوي يعني ملل فقال خلينا ندخل بحرب. وبالفعل طب لك على المانيا وبقتها كانت بروسيا أو ودخل لك على ايطاليا ودخل لك على اسبانيا وقتل ما قتل وكذا فهي متعه الملوك. لذلك لا يعمل الملك في إنجلترا يقول إلا القليل جدا زيادة على إعلان حروب وتوزيع مناصب هاي كل اللي يسووه الملوك يعلنون حروب ويوزع مناصب ال للزبانية المديرين الذين يحيطون به هذا بكل بساطة ماذا سوف يؤدي إلى جهل الأمة يؤدي الى افقار الامه هذا كله توماس بين يتكلم كلام خطير جدا لا احد يصدر عليه وهو مواطن انجليزي لذلك سوف تصدر عليه يعني قوانين في انجلترا بالاعدام بالتالي يقول يسخر منهم والله يعني يقول هذا خوش عمل يعني عمل كلش رائع انه انسان يتقاضى من مئة الف جنيه فقط يسوي شغلتين يطببنا بحروب ويوزع مناصب على ال... اللي يعتقد على زمرته العفنه. يقول مع ذلك رجل امين واحد اعظم قيمه للمجتمع في في نظر المجتمع في نظر الله من جميع هؤلاء اللصوص الحراميه الملوك هؤلاء اللي متوجين على العرش رغما عن الشعوب. مع ذلك يقول بين انا انبذ والى الابد فرعون انجلترا. جورج الثالث بوقته هذا يقول يسميه فرعون انجلترا القاسي القلب سيء الطبع احتقر ذلك الوغد ذي اللقب الزائف جورج كان يلقب نفسه بأبو شعب أبو شعبه يقول لا أبو شعبه ولا هاي هذا اللي يسمع عن المذابح اللي تحدث بالمستعمرات على سبيل المثال الحروب اللي قاموا بها الجرائم الإبادات اللي قاموا بها الانجليز بانجلترا يعني في الفتره اللي كان بها موجود توماس بين يقول يسمعون بهذه المجازر وهي شعبهم ايضا يعتبر على اعتبار تحت حمايتهم ولا يلف لهم جفن ولا يعني يرجع ينام وياكل ولا كانه شيء مسه بعد ذلك يستطرد توماس بين فيقول يقول البعض هو توماس بين يقول يقول البعض ولكن اين ملك امريكا. يقول لا لا يوجد ملك لامريكا. ملك امريكا يحكم فوق ولا يعمل على اباده الجنس البشري ودماره كما يفعل وحش بريطانيا الملك. اذا بعدين يفجر توماس بين بعض الاراء الشعبيه الثوريه عن الحكومه الملكيه ينتقل إذا بعض الافكار عن الحاله الراهنه الموجوده اين؟ في الشؤون الامريكيه. فاكد انه النقاش الاقتصادي من اجل انفصال بريطانيا من اجل انفصال امريكا عن بريطانيا وايضا عن ادعاء المحافظين بانه امريكا اصلا ازدهرت بسبب الاحتلال البريطاني بسبب صلتها بانجلترا هناك من يقول انه امريكا لم تكن تزدهر لولا بريطانيا يقول لا هذا كلام غير صحيح كان بامكان امريكا ان تزدهر بنفس القدر اذا مو اكثر بوجود انجلترا او عدم وجود انجلترا فقط لا تتدخل بشؤونها اي دوله اوروبيه. الخيرات الموجوده بامريكا التجاره الموجوده بامريكا تغنينا كامريكيين هو مواطن انجليزي عندها اكتفاء ذاتي امريكا. هذه الامور الموجوده عندنا من خيرات في امريكا هي ضرورات للحياه وايضا سنجد اسواق بانفسنا نبعث انها تجارتنا. الاوروبيين عادتهم هو هو يعني ان ياكلوا احنا ممكن نوفر لاوروبا جميع ما يحتاجون. عندنا قمح قمح كلش كافي جدا كثير هذا القمح وسنجد سوق بانفسنا نبعثه طالما اوروبا محتاجه لهذا الشيء. لذلك يقول اذا نحتاج شغلات ممكن نستوردها من اي مكان يحلو لنا. اما القول بانه بريطانيا حمت امريكا من فرنسا حمتها من اسبانيا حمتها من الهنو الهنود لا هذا كلام غير صحيح ابدا كان توماس بن يحتقر اللي يقول هذا الكلام علق عليه بالقول انه كانت بريطانيا ستقوم بحمايه تركيا تركيا العدو الازلي دولة العثمانيه لامريكا بوقت توماس بن يقول بريطانيا ممكن ان تحمي الدولة العثمانية من أجل التجارة والمستعمرات فلا تخبرني أنه هي على سواد عيوننا تحمينا وبالفعل كلامه صحيح يعني بعد مئة سنة تقريبا عندما قرر إبراهيم باشا بن محمد علي عندما احتل الحجاز والشام قرر أن يذهب إلى إسطنبول قال أريد أسقط هذه الدولة العثمانية وقفوا على فرنسا وبريطانيا قالوا لا لسوينا طلابة إحنا ما بينا حيل ورجعوه يعني كلامه بالفعل جدا صحيح مصالح انتم مصالحكم معانا مع الامريكان هو مواطن انجليزي فمو سواد عيونهم يقول على اي حال حتى هم دفاعهم عن امريكا هو على حسابنا يعني الخيرات اللي تنهب من امريكا الى انجلترا بعد حلقات اخرى عن توماس بين شكرا لكم